إذا أصيب الإنسان بكرب أو غيره يقوم الليل متقربا إلى الله تعالى، فهل يوجد دعاء مخصوص يقوله المسلم ويكرره في قيام الليل حتى يقضي الله حاجته؟ روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وفي البخاري ومسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وروى الترمذي بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. وليس هناك دعاء مخصوص لقضاء الحاجات في هذه الأوقات المباركة، فادع الله بما تريد، والله أعلم.